السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الشروق أينما كنتم، أهلا بكم في سهرة سوداني. سهرة سوداني نلتقيكم فيها كل خميس لنسمر ونربح الجوائز القيمة. في هذه الليلة نتحدث عن السينما السودانية، مرآة السودان نحو العالم. ضيف الأول أستاذ جامعي ومخرج سينمائي لا ترضى أفلامه إلا بالذهب، أخرج أسفل الجبل وفاز بذهبية بمهرجان الأفلام القصيرة بالقاهرة بفيلمه أرجوحة وزيد. رحبوا معي بالدكتور وجدي كامل. أهلا بك دكتور وجدي على قناة الشروق. أهلا بك ومشرفنا كثير في سهر السوداني. الله يسلمك. تفضل. مطربنا لهذه الليلة متميز بصوته الرخيم، جاء من العلفون أرض الفن والفنون. بدأ الغناء مع بداية العام 2000 وعاش لفترة بالمملكة العربية السعودية، مما أكسبه النكهة الشرقية في غنائه. المطرب الفنان معتز صباحي. أهلا بك يا معتز، في أول ظهور لك على قناة الشروق. أهلا بك. ويريد في هذه السنة حتكلمنا عن جديدك. والله حاليا طبعا قبل فتره نزل شريط، اول حاجه قبل شريط قبل الحاجات دي نرحب بك ونرحب المشاهدين والمستمعين. انا بتشرف انه لاول مره اقوم اطلع على قناه الشروق من خلالها وكده، ان شاء الله تطلع حفله جميله ان شاء الله. عندي البوم طلع قبل شهرين اسمه محتار، نقوم هسه نغني. حنختار مطلع هذه السهره واحده من اغنيات الالبوم. ممكن اي ان شاء الله نقوم نغني الحب البديع. كلمات فاتح حمدتو والحان حبيبنا رايد مرغني. وقفت قدام
يتواصل حديثنا في سهرة السوداني عن السينما السودانية مرآة السودان نحو العالم، وحتنضم لنا ضيفة بعد قليل ساهمت في مسيرة السينما في السودان، وحنساعدكم بعض المعلومات عنها. هي مخرجة سينمائية سودانية تخرجت من المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون بالقاهرة، حيث درست فن الإخراج السينمائي ورسوم المتحركة. عملت ولفترة بتلفزيون السودان وكانت مسؤولة عن قسم الرسوم المتحركة. أنجزت خلال فترة عملها بالتلفزيون السوداني ما بين 3 إلى 4 أفلام كرتون بالطريقة التقليدية عن طريق الرسم اليدوي. الإجابة الأولى أستاذة سامي عبد الله، الإجابة الثانية أستاذة فايزة عمسيب، الإجابة الثالثة أستاذة سارة جاد الله. الإجابة في المكان المخصص لها بداخل التذكرة لدى الحضور اللي بيسهروا معنا اليوم في صالة الخليل بأم درمان. وبجد التحية مرة ثانية لضيوف الأكارم دكتور ويدي كامل المخرج السينمائي المعروف وأستاذ الجامعي والفنان محتس صباحي. بداية دكتور ويدي، يعني عايزين نذكر تاريخ السينما في السودان، ومعروف أنه في نهاية الأربعينات فترة الاستعمار بريطانيا، ريت تكلمنا بإيجاز أكثر عن هذا التاريخ. التاريخ السينما السودانية تاريخ بدأ فعلا في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، وتحديدا في العام 49. فمن ضمن الترتيبات الإعلامية تمت من قبل الاستعمار الإنجليزي إنه يتم إنشاء إذاعة ويتم إنشاء وحدة أفلام سينمائية. فمن البداية يعني انضم عدد من السودانيين لهذه الوحدة، ونذكر على رأسهم المرحوم كمال محمد إبراهيم المخرج والسيناريست، وعمنا جاد الله جبارة. ومنذ ذلك الوقت بدأت هناك برامج تدريبية للإخوة للسودانيين، وبدأوا في إنتاج أفلام. يمكن أول فيلم كان سنة 1953 بعنوان الحكم الذاتي، وأنتج الأستاذ كمال محمد إبراهيم. ثم توالت التجارب الوثائقية على يده وعلى يد الأستاذ جاد الله جبارة. ويمكن كان أكثر نوع أو شكل معروف وظل إلى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات هو الجريدة السينمائية، أو الفيلم التسجيلي الإخباري. ودي يمكن نحن يعني عندنا فيه أرقام كبيرة جدا من الأفلام. وهنالك أيضا محمد عيد زكي المرحوم، وهنالك أسماء أيضا ساهمت في هذه الإنتاجات. إذا الناس بيتكلم عن الفيلم الروائي، فالفيلم الروائي الأول يمكن يكون هو يعني تم سنة 58 أو 57 على يد الأستاذ جاد الله جبارة، وده كان في الوقت ذاك. وتلاه فيلم يمكن كان كده في العيادة، كان اسمه المهم بعديه، وكان كمال محمد إبراهيم عمل طفولة مشردة والمنكوب. يمكن السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، عفوا المقاطعة، يعني قبل ما نمشي قدام، في العيادة تورجر في البدايات، يعني بدأ فترة الاستعمار البريطاني، وعلى حسب علمنا يعني أنه كانت نوع من الأعمال الموجهة يعني لخدمة سياسات استعمارية معينة. هل بدأ الطريق باحتراف أكثر بعد ذلك، ولا كانت مجهودات فردية من قبل الأشخاص اللي ذكرتهم؟ والله هي السياسة القائمة كان إنه الوحدة بتاعت أفلام السودان تنتج أفلام تخدم الأغراض السياسية وتغطي الأحداث السياسية الرسمية. وعشان كده يعني يمكن ما كان في فرصة كبيرة للسينمائيين السودانيين في إنه ينتجوا أفلام خارج النطاق ده. يمكن طفولة مشردة سنة 61 والمنكوب كانوا فيلمين مختلفات جدا، لأنه لأول مرة الأستاذ كمال إبراهيم استطاع أنه ينفذ للواقع السوداني ويستعرض قضايا حيوية وقضايا واقعية، وده يتمثل في المنكوب. المنكوب كان بيتكلم عن داء الصدر، والطفولة المشردة بيتكلم عن الأطفال المشردين اللي هم كان بيعالج قضايا في حين. أيوة، فما كان في الفرصة الكبيرة للسينما السودانية إنه يعالجوا موضوعات واقعية. يعني نقدر نقول بداية حقيقية للسينما السودانية كانت في منتصف الخمسينيات مثلاً. البداية الحقيقية وتقريباً منتصف الخمسينيات قبل الاستقلال. هل هناك نسبة وتناسب ما بين التاريخ اللي بدت فيه فعلاً السينما السودانية وما بين
تقدمه الى تاريخنا الحالي؟ لا على الاطلاق، اصلا ما في علاقه، لانه يمكن الخط بدل ان يكون تصاعدي هو كان تنازلي. يعني السينما السودانيه بدل ان تاخذ خطا تصاعديا اخذت خطا تنازليا، لانه واقع الانتاج السينمائي في الخمسينيات كان مزدهر، وكان من ناحيه التقنيه، من ناحيه التدريب، من ناحيه الكفاءات كان كثير، كان افضل بكثير، وهذا اصبح يسحب سلبا كل ما تقدم التاريخ، وبدليل انه احنا الان بدون 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 مكان محدد للسينما. الانتاج السينمائي تم ضمه الى التلفزيون، والسينمائيين السودانيين ليست هناك مؤسسه للسينما السودانيه. ما فيش. نحن عايزين نتكلم باستفاضه اكثر عن الاشكاليات الموجوده حاليا وبتعاني منها السينما السودانيه، بعد ما نذكر ثاني بمسابقتنا وبنجمنا او نجمتنا اللي حتنضم لنا بعد قليل. هي تعتبر ثاني امراه في السودان تدرس السينما، وانجزت 3 افلام روائيه و20 فيلم وثائقي. اخرجت فيلم للرسوم المتحركه باسم فاطمه السمحه يبلغ طوله 15 دقيقه. اسست استوديو خاص بها حيث عملت كمصوره ومخرجه. تعتبر بطله دوليه رياضيه ايضا في السباحه. حازت ولأربع مرات على الميداليات الأولى في بطولات متفرقة ما بين الأعوام 1975 و1980. الإجابة الأولى أستاذة سامية عبد الله، الإجابة الثانية أستاذة فايزة عمسيب، الإجابة الثالثة أستاذة سارة جاد الله. بالتأكيد كل الحضور يتعرف على ضيفتنا اللي حنعلن عنها بعد قليل. ومعتز عايزين نشوف مدى اهتمامك ايضا بالسينما عموما، يعني اهتمامك الشخصي واهتمامك كفنان ايضا. طبعا اكيد خبرتي ما زي الدكتور، لكن احنا كفنانين وكده يعني اكيد عندنا علاقه بصوره غير مباشره هي بالسينما. لو قلنا الكليب يعني بيمثل السينما بالنسبه لنا او كده، يعني او مدخل للسينما الكليب يعني تحديدا. فاحنا اكيد مهتمين بانه السينما السودانيه محتاجه لانه تتطور، وبالتالي تطورها هو بيساهم في تطورنا احنا من ناحيه الكليبس. حتى لو مثلا في بعض الفنانين زي ما نشوف برا بيمثلوا في افلام وكده يعني. فنتمنى انه السودان ان شاء الله يعني مليء بالمواهب اكيد طبعا. الناس تشوف المشكله شنو بالضبط وتحاول تعالجها، لانه بلد زي السودان مليء بالثقافات وكده اكيد بيكون مبدع في اي مجال يعني. السينما السودانيه انتجت منذ وقت مبكر يعني فيديو كليبس. اول كليب انتج متى يعني؟ اول كليب 55 كان باسم اغنيه الخرطوم للاستاذ الراحل. يعني كان عندنا الصبغ في الجانب. يا بعدين تم افتكر انتاج الدرب الاخضر لعثمان حسين. فيديو كليب. دي موجوده سينما، موجوده سينما. مصطفى صلاح برضه دول فنانين مشوا مصر وصوروا في افلام مصريه. احمد المصطفى وسيد خليفه وابراهيم عوض وكذا، يعني في عشق وفي علاقه قديمه. الجيل القديم في وقت كان التطور فيه لسه يعني قدر يوصلوا برا، احنا لسه شباب يعني. ما انا قلت نحن حنواصل حديثنا حول هذا الموضوع دكتور وجدي، وحنستمع لاغنيتين ثاني. نستمع لعمل جديد ما يتغنى قبل كده بالنسبه لي انا وجمهوري ما كنت سمعه. اسمه قسوة الأيام من كلمات الصحفي المرموق سراج النعيم، من الحان بلال عبد الله. طبعا بلال عبد الله من الملحنين القريبين مني شديد وكده يعني. فالمهم نسمعه إن شاء الله. تفضل. Thank you.
أسأل نفسي وأدعك حب الرأي
من كلمات الأخ صديق صلاح شلقامي ومن ألحان أستاذ بلال عبد الله. اللحن هو لحن الغريب لعلاقة الأغنية الغربية أو الغربية وأغنية الغرب بالسينما السباعي، فنستمع لها إن شاء الله تعجبكم يعني. Thank you.
عليه النور الطي والطار مستني مع قلبك فين البيت مستني مع قلبك فين البيت عشان بك امنت وكل سما يا بيت من صدف عودك فعطر دنياي وزادني السما
تتواصل فقرات سهرة سوداني، والآن نعلن عن نجمتنا لهذه الليلة الرياضية والسينمائية أستاذة سارة جاد الله. أهلا بك أستاذة سارة على قناة الشروق، وسعيدين بك جدا نحن اليوم في هذا الظهور الجميل على قناة الشروق وفي سهرة السوداني تحديدا. الله يخليك، أهلا بك كثير. تفضل. تحية كبيرة يا جماعة للأستاذة سارة. تفضلي. شكرا. هدية مقدمة من قناة الشروق. شكرا. بنقول لك أول حاجة الحمد لله على السلامة. يسلميك، الله يخليك. أهلا بك أستاذة سارة، معانا كثير في سهرة السوداني، وبنقول لك الحمد لله على سلامتك بداية. والرحلة الأخيرة كانت رحلة رياضية ولا سينمائية؟ والله كانت رحلة سينمائية. أنا كنت في كامبالا ورجعت يوم الاثنين. احنا كنا في كامبالا في مهرجان أماكولا السينمائي، كنت أنا والوالد وشاركنا بستة أفلام هناك. ده أكيد بيدعونا لأنه نتساءل شنو محتوى الأفلام اللي شاركتوا بيها؟ والله شاركنا بفيلمين دوكيومنتريز، وشاركنا بأربع أفلام روائية، يعني قصة سودانية عادية هنا من الواقع السوداني، يعني حاجة من الواقع السوداني. نحن طبعا اليوم عقدنا مسابقة على شرفك اليوم، ونحن بصدد الاحتفال والاحتفاء بيكي اليوم. حتقومي تسحبي لنا واحدة من التذاكر الموجودة أمامك، نشوف الفائز الأول معنا بطقم الذهب اللي مقدم من قناة الشروق. أقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة الصحيحة الإجابة رقم 3 أستاذة سارة جاد الله. الإجابة صح؟ ألف كاتب هنا. لا، ألف معنا الإجابة خطأ. حنشوف تذكرة ثانية. جيم. رقم التذكرة. رقم التذكرة 194. 194. 194 رقم التذكرة الأولى الفايزة معانا اليوم. أهلا بك. تعرف عليك. اسم عمار عبد الله. عمار مالك قاعد تشاكل. عمار أنت اليوم فايز معانا بطقم ذهب. و حتعمل بوشن. هدي للوالدة. حتدي للوالدة. يا سلام يا جماعة. مبروك عليك ومبروك على والدتك. شكرا جزيلا لك على مشاركتك. إذا يتواصل حديثنا عن السينما السودانية مرآة السودان نحو العالم. وكنا بنتكلم حول تاريخ السينما السودانية قبل ما تنضم لنا أستاذة سارة. ويمكن عايز أجي لجانب آخر مختلف، جانب الأكاديمي. لأي درجة ممكن يكون عنده دور كبير جدا في تقدم العمل السينمائي في السودان؟ هي الحقيقة الجانب الأكاديمي مهم جدا لأي حاجة في الدنيا. يعني أنت عشان تكون دكتور ممكن تكون دكتور لو ما عندك شهادة، يعني ممكن تجيب زول وتقول له والله أنت دكتور. ما ممكن تجيب زول تقول له والله أنت مذيع لو ما هو أساسا. لا تكفي الموهبة فقط يعني في الأحوال. فلازم لا بد من انه تكون في خلفيه اكاديميه عشان انت تدفع بها الموهبه بتاعتك. وطالما انه السينما مقسمه لانتاج واخراج وسيناريو، اذا كل تخصص من ديل هل فعلا بيحتاج لتاهيل اكيد أكاديمي؟ اكيد لازم يكون في تاهيل اكاديمي عشان انت تعرف تبني بيت يعني. طيب عايزه اتكلم بتفصيل اكثر، ويمكن يعني جات الاشاره قبل شويه في هذا الحديث. يعني ما هي معوقات السينما في السودان؟ هل هي مسألة تاع التمويل؟ دائما نصر على انه لا يوجد تمويل مالي للصناعة السينمائية في السودان. والله هي طبعا المال مهم جدا عشان تعمل اي صناعة، لكن كمان الاهم من كده انت لازم يكون يعني انا عشان اعمل يعني عشان انا اخذ قروشي في حاجة لازم انا اعرف العائد اللي حيعود لي شنو. فده ما بيجي إلا يكون في دور عرض عشان تساهم أنا أقدر أرجع بال المال اللي أنا أنفقته في الفيلم ده. لازم يكون عندي سياسة واضحة من الدولة إنه والله حتاخد ضرائب قدر شنو، هيحصل شنو كده. فلازم يكون في سيستم عشان يرعى الشغلانة كلها من A to Z. ولازم يكون في تأهيل أكاديمي لكل الناس اللي بيساعدوا في إنتاج الفيلم. دكتور وجدي. أنا أفتكر في جملة من
المعوقات. يعني ما ذكرته الأستاذة سارة يعني هو يعني يعتبر حقيقة واقع، ولكن دائما بنشير بإجمال لأنه ما في بنية تحتية. يعني البنية التحتية لأي السينما دي تجارة وصناعة وفن، فزيها وزي أي يعني يجب أن تتوفر لها مقومات، يجب أن تتوفر لها يعني البنى المطلوبة بتاعتها. يعني السينما كتجارة لا بد أن يكون في فعلا زي ما قالت سارة يكون في دور عرض، ودور العرض ذاتها عايزة كلام دلوقتي. دور العرض اللي احنا عندنا دلوقتي كلها انهارت على قلتها، كانت موجودة يعني أصبحت تناقصت، والموجود حاليا غير مجهز بشكل، لأنه دور العرض الموجودة معليش على المقاطعة هي يعني دور العرض انتهى الزمن الافتراضي بتاعه. يعني إذا قمت الآن بزيارة لعدد من دور العرض، النيلين، مش عارف سينما حلفاية بحري، سينما وطنية إلى حد شغالة، لكن النيل الأزرق طبعا ما في. السينمات دي كلها كانت سينمات صيفية. العالم الآن بيجي يتجه للسينمات المقلقة الموجودة في بناية واحدة، ودي هي بتشتغل بنظامين، النظام بتاع سينما سينما والسينما وديجيتال سينما. نحن للأسف الشديد جدا ما عندنا الرأسمالية اللي بتفكر في الاتجاه ده، اتجاه انها تبني صالات مقلقة بالطريقة الموجودة في كل البلدان الأوروبية وحتى البلدان العربية، في دبي مثلا، في مصر. ده مجال مفتوح الآن، يعني في عمارة واحدة انت بتلقي فيه 4 5 6 7 سينمات، في كل سينما فيلم مختلف من الـ من الـ من الصالة الثانية. وده بيشجع الناس في انه تعيد العلاقه مع السينما. لكن السينمات المطروحه تاريخيا هي يعني اعطت النفس الاخير بتاع او انتهت، باعتبار انها هي اصبحت طارده للاسر، طارده للناس اللي عندهم علاقه بتاعت محبه حقيقيه للسينما. اصبحت هي جاذبه لشرائح مختلفه لا تميل للسينما الا يعني بصلات ضعيفه. فنحن محتاجين لإعادة نظر في متعلق البنية التحتية، محتاجين لإعادة نظر في الجانب بتاع التأهيل، محتاجين لاعتراف من الدولة. يجب أن يكون هناك اعتراف حقيقي من الدولة، والدولة مش القائمة الأهم بأهمية هذا المجال وأهمية التخصص فيه. يعني نحن ما وجدنا أي نوع من النظر الذكي من الدولة. السينما دي ممكن تكون أداة فعالة ومش للتعبير التعبوي أو التعبير الدعائي، ممكن تكون أداة بتاع التعبير عن الثقافات السودانية دي كلها الغير مكتشفة للعالم، إنها تحمل وتخلق نوع من النهضة الحقيقية في جميع أنواع الفنون، في الغناء، في الموسيقى، في التمثيل، في المسرح، في المعمار، في 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 الشغل بتاع الديكور. السينما دي هي الحامل الممكن يعمل الشغل ده كله، لكن من يقوم بذلك؟ نعم. غير موجود. طبعا لا يختلف اثنان يعني حول أهمية العمل السينمائي وأهمية دوره، ولكن أنا عايزة أقف على التشريعات المستنة من قبل الدستور السوداني. هل تشجع العمل السينمائي فعلا؟ هل تقلل من أهميته؟ يعني عايزة أخذ الجانب ده بإيضاح شوي. ما يعني إذا أنت بتعني بالتشريعات، إنه تشريعات يعني إيش؟ يعني في ضرائب، في معوقات مالية. طبعا في معوقات كثيرة جدا. يعني الآن إذا روحتي سينما قاع الصدانة باعتبارنا واحدة من السينمات اللي ممكن تكون يعني إلى حد ما كويسة، بتلاقي إنه هم مثقلين بكمية من الضرائب اللي ما بتتيح لهم فرصة في إنه يعني حتى يجيبوا أفلام غالية، أفلام كويسة، عشان ما يعرضوها للناس. يقول لك نحن ليه يعني نرمي فلوسنا في الرهاب، بمعنى إنه أحسن نجيب أفلام رخيصة، سينمات غيرها، في عفراء. شوفي عفراء في عندها برضو مشاكل بتاع ضرائب، في ضرائب، في 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 مشاكل بتاعت انسياب بتاعت حركة أفلام نفسها داخل البلد، تقييد للعمل الإبداعي، الرقابة. أنا ما أعرف يعني حسي وضعه شنو، هل في رقابة لسه ولا ما في، لكن في رقابة. في مشاكل كثيرة جدا. الحل إنه تدعمل هذه الصالات المقلقة والمتعددة، وفتح الباب أيضا للفرجة اللي هي عن طريق DVDs والCDs. في الدول الافريقيه، في نيجيريا، افتكر ساره مشت نيجيريا وشافت، يعني في حاله بتاعت نهضه كبيره جدا في مجال المشاهده. نحن نفرق بين الانتاج والمشاهده، حسي نتكلم في المشاهده. في المشاهده لابد انك تفتحي صالات، تفتحي تهيئ اماكن حقيقيه، مش زي ما نحن عندنا الان يعني في الاطراف الخرطوم، وفي اماكن بتسكين الشرائح يعني فقيره، بتشوفي انه في يعني
الشكل بتاع المشاهده يعني ضعيف جدا. التلفزيون هو 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 الاداه محتاجين حتى ننمي احساس تذوق هذا الفن السينمائي الراقي. نوادي ما فيش نوادي للسينما، الناس بقت ما عندها علاقه بالسينما. يعني احنا عملنا، انا عملت اخر افلامي بعنوان اين تسهر هذا المساء، وطلعنا للشارع للطلبه والناس اللي في الشارع نسالهم في الغالبيه من الاجوبه انه سينما شنو. يعني واحد يقول لك السينما دي ما عندي معها علاقه، وليه الاستنكار يعني؟ يعني اللي هم انا افتكر انهم ما بعرفوا السينما شنو، هم ما شافوا السينما. في جيل في جيل في جيل ما شاف السينما بالمواسع، وده شيء محزن جدا. هم شافوا التلفزيون، قد يكونوا شافوا السينما في حالات ما هياش السينما المطلوبه، لكن الفرجه السينمائيه الحقيقيه هم ما عرفوها. في ناس بسيطين مشوا في 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 سينما عفراء وفي السينما بتاعت الصداده، في ناس بيمشوا هنا في في سينما قصر الشباب. وللاسف برضو الافلام هي من ناحيه النوعيه تعبانه وضعيف، افلام هنديه افلام كاراتيه افلام افلام، لكن السينما السينما كفرجه راغيه. زمان الناس كانت تمشي النيل الازرق، الناس كان بتاخد اسرع، الخطيب بياخد خطيبته، الطلاب بتاع الجامعات بيمشوا بيتلقوا محاضرات في الجماليات الفنيه، وبيتلقوا من خلال الصوره المختاره بشكل جيد. لانه زمان كان في مؤسسه الدوله السينما هي بتجيب الافلام، دلوقتي الافلام بيجيبها تجار شنطه، هو ما يهمه شايل شنو بالشنطه، المهم انه يربح. ده كله وضع محتاج. يعني احنا انا بدوق من هنا يعني بدوق يعني بناقص خطر على الوضع بتاع السينما. وافتكر انه الدوله الذكيه الدوله الذكيه ان هي الدوله اللي بتهتم بفن هايل وفن مهم زي ده، وبتهتم بناسه بتهتم بكوادره. طيب المفارقه الغريبه دكتور ويجدي، يعني انتم قبل شويه بتقولوا انه هناك تشريعات بالمقابل بتحد من الابداع السينمائي، وين الرقابه دي في وسط المعمعه بتاعت الافلام ما عايز اطلق علينا افلام هابطه لكن لا ترقى الى المستوى اللي يجب ان يشاهد به؟ والله حق وانا كلمت كثير، انا عايز ساره اتكلم. تفضلي. ما في مشكله. هي بفتكر ان الافلام نحن عندنا الرغبه للاسف، ما زمان مثلا كان بيقول لك والله الفيلم مثلا بيقدم رساله شنو، يعني مؤسسه الدوله للسينما كان بتختار الافلام على سنها بتقدم مسج معينه كده. نحن حسا في لجان بتشاهد لجان بتشاهد وبتختار اساسا. يعني نحن الفيلم اللي بيتعرض في انجلترا الليله بيتعرض في الخرطوم، حاسه ان احنا ما بنشوف الافلام، بنشوفها في في التلفزيون لكن ما بنشوف الفيلم الا بعد ما خلاص ينتهي. فزمان كان بنشوف الافلام الجديده بتمشي بس الدوله للسينما وبتشتار اغلى افلام والافلام الجديده زي ما قال ودي، هي بتجي حسب تجار الشنطه هم عايزين يكسبوا كم، ومن حقهم طبعا اي زول عايز يكسب كم. لكن كمان الدوله برضو عندها دور اللي هي تخلت عنه بتخليها عن مؤسسه الدوله للسينما، فبقى ما في اختيار للافلام. الرغابة السينمائية الحسح شغالة عندها رغابة محددة، والله الناس دي لابسين شنو، ما الفيلم بيقول شنو ما مهم، لكن بس المهم انه الناس والله تكون مغطية راسها، ولا مهم في اي حاجة مشاهد خليعة زي ما بيقولوا بتقطع، لكن ما اكتر من كده. لكن يعني بكون في رقيصة الهنود وبتاع ما يعني، لكن ما كراتيه بيقدم مسج شنو للمشاهد ما بيفكروا فيها كثير. فدي واحدة من المشاكل بتاعتنا بتحت الرغابة. بس يعني نحن زمان الرغابة لا، هي اللي بتختار نوعية الأفلام وبيقول والله ليلة عمل فيلم فرنسي بكرة فيلم أمريكي بعديه فيلم إنجليزي بعديه كده، يعني وفيلم جيد يكون للمشاهد. هناك تركيز من قبل المخرجين السينمائيين عموما مؤخرا تجاه الأفلام الوثائقية، هل ممكن ده يكون تخصص لوحده ولا نتيجة للأشياء اللي بتحصل على الساحة خلى الناس كلهم تركز جهودهم على جوانب اخرى من الافلام؟ والله يعني بفتكر انه الافلام الوثائقيه احنا ديل بدينا افلام وثائقيه كثيره جدا، لكن هو مش مهرب، لكن نحن حقيقه محتاجين عشان نوثق للسودان لانه الناس ما بتعرف عننا كثير. يعني لاهميتها لكن برضه انا بفتكر انه ده هروب من اننا نقوم نعمل حسب امكانياتنا حسب حاجتنا، فدي اقل يعني ما بيطلب قروش كثيره. انه عشان اعمل دوكيومنتري حيكلفني جهد اكثر لكن ما حيكلفني قروش كثيره، فنحن كجهد الواحد بيحاول يؤدي بها يعني رسالته بقدر الامكان بشكل محترم. بعض النقاد بياخذ عليكم دكتور ويجدي انه بتركزوا على جانب الغرابه بداخل هذه الافلام الوثائقيه، ويمكن ده قد يكون نقطه ضعف يعني
يعني موجودة لدى الرقاب واللجان اللي بتقوم على يعني اختيار الأفلام اللي بتفوز في مهرجانات مختلفة؟ هل فعلا بتشتغل على جانب الغرابة ده؟ نحن ما 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 حالة واحدة. نحن حالات. هذا قد يكون صحيح بالنسبة لبعض الحالات، لكن إذا سألتيني بالنسبة لي أنا بيكون أمر معيب جدا بالنسبة لي قبل ما أكون سينمائي كمثقف سوداني إنه أشتغل على الغرابة. يعني ده بيكون فيه نوع من الطعن في الثقافة بتاعتي. الغرابة بتاعني شنو؟ بتاعني إنك أنت بتسوقي الثقافة بتاعتك بطريقة يعني غير أصيلة، بطريقة انتقائية، بطريقة ما فيها نوع من الإخلاص، لغايات وأهداف محددة إنك تلالي جوائز. وده عادة بيتم من قبل الغريب، بيتم من قبل القادم الأوتسايدر للثقافة اللي هو بيشوف الثقافة بعينه هو، والعين دي بيشوف الغرائبيات فيها. لكن لما تكوني أنت بتتكلمي عن ثقافتك، أنت بتتكلمي عن روحك، بتتكلمي عن نفسك، بتتكلمي عن ظواهر يعني مرتبطة بك وجدانية. يعني هذا الفعل لا يأتي من قبل محترفين. أنا أفتكر إذا كان موجود أنت فتشوا وين موجود، لكن على الأقل بالنسبة يعني لينا يعني كناس دارسين ده ممنوع. ده يصبح عيب كبير إذا أنت اشتغلتي على الطريقة دي. مرات يمكن الناس ما بتقصد، ما هو مرات في ناس بيعملوا أفلام بعدم تأهيل ثقافي، ودي مشكلة. الأفلام دي إحنا ماشيين ندرس سينما، ماشيين ندرس سينما عشان نيجي نعمل سينما بتاعت حز بطن، ولا ماشيين ندرس سينما عشان نعمل سينما بتاعت يعني روايات رخيصة وكده. نحنا كنا فاهمين حاجة، إنه ده الشعب بيستحق إنه يشوف نفسه في السينما في المرآة، ودي ثقافة عظيمة جدا بتستحق إنه تشوف نفسها عبر ناس عبر أجيال. تستحق أن توثق. أن توثق. كنا بنشوف كده، فكنا من سنين يعني من نشأتنا الثقافية في ما قبل 20 سنة وكده، كنا لنا علاقة بالشعر، لنا علاقة بالقصة القصيرة، لنا علاقة بالنشر الصحفي، لنا علاقة بكل المجالات دي، وافتكرنا إنه السينما دي هتكون هي الأداة الحقيقية بتاع التعبير عن كل الحاجات دي. فجينا راجعين للأسف كان يعني الأوضاع أصبحت تتراجع، وإلى أن وصلنا مرحلة من الوقت يعني الآن السودان نحن مش وسارة بس، عندنا زملائنا كثيرين جدا يتلقوا تعليم سينمائي. يعني منذ أواسط الستينيات بدأ السودانيون يتعرفون على الدراسة النظامية السينمائية، يصبحوا يسافروا أوروبا وأصبحوا يتخرجوا ويجوا راجعين ويتخصصوا، وبعدين أحرزوا جوائز ذهبية كثيرة وغيرها في السبعينيات في كده. هدول الآن كلهم يعني الأحياء منهم لا يستطيعون الإنتاج وغير معروفين للناس، والمفاهيم اللي كاد عندهم لأنه يعملوا سينما هي تزال في أسهانه موجودة، لكن للأسف ما تحققت على الواقع، وفي نوع من الإحباط عليهم. أنا أفتكر أنه النظرة الوطنية، وبأكد على النظرة الوطنية الخالصة، بتقول إنه يجب أن ندرك هذا الجانب بأسرع ما يمكن، لأنه على الأقل إذا لاحظ إنه نحن الآن في جاب كبير جدا بيننا وبين الأجيال الجاية، يعني يمكن آخر الخريجين السينمائيين من يسارة يعني 10 سنين 12 سنة تاني ما شوف ناس مش يدرسوا السينما، ونحن أصبحنا خلاص يعني أصبحنا نكبر، بمعنى إنه يعني محتاجين لتواصل، محتاجين. هنا سؤالك عن الأكاديميات، يعني يجب أن تكون هناك أكاديمية للسينما في السودان، وده كلام حقه أيضا يعني يوضع في البال، لأنه إلى الآن طبعا في فهم للسينما إنها هي يعني دراسة بطالة يعني أو دراسة بتاعت ناس مجادين. أنتم بيقع على عاتقكم بالتأكيد دكتور وجدي إنه تحسنوا من هذا المفهوم لدى العامة يعني. وأنا من الأشياء الجديرة بإنه أذكرها في هذه السهرة إنه حتى الفيلم الوثائقي الفستبي ورجوحة وزيت يعني أرسل من قبل واحد من أصدقائك وإنت عرفته بعد ما هو فاز، يعني ما كان القصد إنك تشارك به في مهرجان أو كذا. نحن حنجي لمعتز يعني عايز أتكلم. معتز في السينما، معتز عنده تعقيب. باري أنا كمشاهد وكذا ما فنان يعني نظرة للسينما، أنا بسأل الدكتور إنه إحنا بنفكر هسه في إنه الأفلام زمان كان في برامج معينة وكده للمجتمعات وكده بتقدم فيها أفلام جيدة وناس بتمشي، هسه المسألة دي اختلفت، إحنا ما عايزين نركز مع الجانب ده.
هو تخيلي احنا انا من واحد من الناس ما قاعد احب اشوف افلام اجنبيه يعني بحس انه ما بستفيد منه حاجه غير انه بضيع وقت يعني بمعنى بجد والله يعني لكن بفتكر التركيز على انه احنا بس ننتج افلام ونبين ثقافاتنا ده الموضوع الاهم من انه نفكر في اي حاجه ثانيه يعني وان شاء الله يعني انت بخيرك موجود هسه ما زلت معانا يعني ربنا يطول عمرك ان شاء الله احنا ذاته متوقعين ان المساله تمشي لقدام افضل ان شاء الله نركز بقى على حياتنا وننتج يعني انا قلت السينما ممكن تساعد الغنى في الارتقاء في السينما الهنديه السينما المصريه السينمات كلها لما نهضت السينما الغنى المزيكا الفنانين الموسيقيين دي كلهم انتعشوا ودي كلهم شعروا بانه في حركه الصورة كان بتلعب دور كبير في كل أنواع الفنون. الصورة نقلت كل الحاجات دي والصورة حمست والصورة زكت الفكرة دي. إحنا حيتواصل حديثنا حول موضوع السينما السودانية بعد ما نسمع أغنيتين من الفنان مرتضى صباحي. الأغنية الجاية اسمها صباح دي من كلمات الوالد مرتضى صباحي مرتضى عبد الرحيم صباحي هو في المملكة العربية السعودية سلم عليهم إن شاء الله يكون كويس. باعتباره هو الكتابة والدي وكده وأنا قمت شعرتني الغيرة قلت على حين ما عادي زلت هنا نبعث له تحياتنا من هنا والله يديك العافية إن شاء الله Oh
قدي مسارحة هدد الشوق نار الشدورة للبنية قدي مسارحة هدد الشوق نار الشدورة ان شاء الله. كلمات استاذنا الكبير هو موجود معانا هنا اسماعيل العاسر نحييه كلنا يعني بنقول له شرفته ومن الحاني انا ولي الشرف انه هم لحن الاستاذ الكبير يعني. Oh,
مجده بحسك في مساري برا كتبتك في الجمال والوان شنتك للبيوت فرا أتوسك في شراع مجده بحسك في مساري برا بحسك كنت تطير نسيك في نبى الخلايا زمان مشيت الليلة وحدك معك شتلة دغنا يا بجسم الشيخ بفرش بالمحن حمار فبطي معاي بتم العوش وين ودر كلام بطي معاك بجسم الشيخ بفرش بالمحن حمار أنا الولفة قاعد وقلبي عليك أغالب شوقي واستنى فارق قلبي كالقاسي دروب عشقا مشي لو عينيك عاشق صار معنى عميق جواني لو قلبك رجع مشتاق الغرام تاني لو عينيك عاشق صار معنى عميق جواني كنت أغفر لك أنا وأشد لك زهرة وأغاني بس جعك وداني بأرخص ليه زمن من غير
بنرحب بكل الذين انضموا لمتابعة سهر السوداني وحديثنا يتواصل عن السينما السودانية مرآة السودان نحو العالم. دكتور وجدي، يعني كنت عايزة أجي لجانب المشاركات الخارجية في المهرجانات المختلفة والجوائز اللي حصدتها الأفلام اللي قمتوا بها، يعني تكلمنا عنها فيلم العقرب وفي المنجوحة وزيت و... لا لا لا، الكلام ده ما مهم. نحن عايزين نركز على كل الجوانب اليوم. الكلام ده ما مهم لانه دم الموضوع الرئيسي. انا افتكر انه جزء من الاشياء المشجعه دكتور وجدي للكثيرين، يعني انه نحن نعرف او معظم الناس يعرف انه لدينا مشاركات فازت بجوائز وتقلدت وقلدتنا بالتاكيد نحن كسودانيين. يعني شوفي نسرين، نحن من بدري اماكن كبيره، يعني يمكن من اوائل السبعينيات بنفوز بجوائز. يعني انا داير اذكر اسماء مخرجين زي يعني الطيب مهدي. طيب مهدي لسه متخرج بمشروع التخرج بتاعه الضريح، اخذ افتكر ذهبيه في مهرجان القاهره. عندنا بعد ذاك سليمان محمد ابراهيم قبل ما يتخرج عنده فيلمين فازوا، واحد بذهبيه واحد بفضيه في 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 مهرجان موسكو. عندك مجموعه ابراهيم شداد طبعا بعدين اخذ جوائز ذهبيه. يعني يجب القول انه دي ما حاجه جديده. يعني في الان في شاب انا اعتقد انه مهم جدا، هو ما درس السينما، اسمه سيف الدين حسن او معروف مخرج معروف اسمه سيف الدين حسن. سيف الدين ده اخذ جوائز كثيره جدا. دي ما حاجات جديده، دي عاديه بالنسبه للسودانيين. لكن الجوائز ما هياش المعيار. نحن عاوزين شعبنا يعرف انه في افلام زي دي ويشوفها. الناس دي ما شافت الافلام، الناس الموجوده دي هسه يمكن اول مره تشوفنا ونتكلم عن افلام فازت. نحن عايزين الافلام دي تتاح الفرصه الحقيقيه للناس بأنها تشوف عبر التلفزيون السوداني، عبر قناة الشروق، عبر القنوات الفضائية اللي هي أصبحت هي وسائل بتاع شنو؟ نشر. هل الوسائط الإعلامية المختلفة ما بتهتم بهذا الفن، يعني بتديه حقه من الأهمية؟ والله تقصد التلفزيون يعني؟ السوداني مثلا؟ حتى كتغطية كخبر إنه تم إنتاج فيلم كذا، شارك في مهرجان كذا. بتلقيه في الجرائد، يعني الجرائد قاعد تكتب تم إنتاج وفاز وكذا وهنا، لكن إحنا ما دارين الطبين. إحنا عاوزين الحقائق إنه في الشغل بتم بتاع إنتاج فيلم في البلد، فيه في ناس قاعد يشتغلوا بيشتغلوا، تهميشهم وضعهم في الرف، إعطاء الظهر لهم، ده ممكن يتم لفترة ولكن ليس لكل الوقت. إحنا بنعاني من مشكلة زي دي، يعني إحنا بنعاني من 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 مشاكل بتاعت محاولة بتاع التهميش إعلامي ومنها ودراجة لأسباب كثيرة متعلقة بالتركيب والهيكل بتاع الإعلام السوداني بشكل عام. فيه مشكلات عضوية وبنيوية ليس لها مثيل واستثنائية. نحن ما عايزين نقف كثير في الجانب ده، لكن بنقول إن نحن في مجالنا شغالين شغلنا تمام، بنعمل أفلام ما بنتوقف عن الإنتاج. من يعتقد إنه نحن قاعدين نتفرج؟ ما قاعدين نتفرج، عاوزين شعبنا ناسنا يشوفوا الافلام دي، وبالقدرات اللي عندنا بالفيديو بروجيكتور بنمشي للناس، بنعمل في 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 عروض مختلفه، بنسافر برا بنعمل في عروض داخل وخارج السودان، بنمشي مهرجانات بدون ما حد لحد سمع لحد درى. لا بنجي ندق تليفون لصحفي نقول له كنا هسه رجعت من مهرجان ما شفنا. انا يمكن عايز اتكلم عن الجانب ده، يعني كيف المبادرات في المشاركه في المهرجانات العالميه بتتم؟ هل في جهات متخصصه؟ هل في لجان؟ عرفنا انه في لجان اصبحت مؤخرا يعني منوط بها انه تشاهد بعض الاعمال وهي اللي تختار والله طبعا يشارك او لا يشارك. والله دي افتكر على مستوى التلفزيون يمكن ايوه بيختاروا من الافلام التلفزيونيه ويرسلوها هم دي بطريقه خاصه، لكن احنا كسينمائيين عندنا القنوات الخاصة بينا اللي هي عن طريق النت، بتعرف في مهرجان في المنطقة الفلانية، بتشوف الفيلم المناسب. يعني ما في اهتمام رسمي من قبل أي جهة؟ والله ما في اهتمام رسمي. أنا شخصياً شاركت حسا بستة أفلام، ما في زول قال والله الفيلم ده يشارك أو لا يشارك أو كده. هي تشافت، يمكن في حاجات تشافت في حاجات ما تشافت، لكن أنا كتقديري الشخصي الشيء كان جميل جداً وأفلام كويسة اخترتها بنفسي، حسيت إنها ممكن تقدم شكل السودان بشكل جميل، وفعلاً مشينا وشاركنا. حتى هناك عزمنا السفارة وجو حضروا معنا، ويعني وكانوا يعني سعيدين جداً بإنه نحن عملنا مبادرة زي كده. لكن أنا مشيت وجيت فعلاً ما في زول عارف أنا حتى سافرت،
إلا الناس المقربين جدا. ورغم إنه نحن مشينا هناك قدمنا شغل كثير وقدمنا محاضرة عن السينما السودانية وانتخبنا في الكونغرس بتاع شرق أفريقيا جدال الجبار انتخبوك رئيس أنا كنت سكرتيرة. كيف شكل ردود الأفعال في الخارج حول أفلامنا؟ هل بتحس إنه الناس نفسهم يتعرفوا فعلا على الثقافة السودانية ونفسهم يشاهدوا كل ما ينتج من أفلام بداخل البلد؟ بالطبع بالطبع الناس ما بتعرف السودان ونحن ما عندنا ثقافة واحدة، نحن عندنا ثقافات كثيرة والثقافات دي حتى بالنسبة للسودانيين دي واحدة من مشاكل حتى في الداخل يعني دي واحدة من مشاكل السياسة نتكلم السياسة السودانية واحدة من مشاكل عدم التعارف الثقافي بين الشعوب السودانية الناس ما بتعرف بعض عشان كده يعني أقصى والسقف بتاع الحياة دي بيكون في الحروب وبيكون في سوء الفهم الثقافي السينما هي بتلعب دور زي ده مش للناس البرة السودانيين نفسهم مفروض تعرفوا على بعضهم البعض ناس برة يعني إذا بتكلم عن أوروبا هم مشوقين يعرفوا أي حاجة عن السودان إذا عملت بطريقة يعني بروفيشنال مش بطريقة ساكت وإنتي كسينمائية وكده الآن ما في التبتبة بتاع الزمان إنه مجرد ما عملت فيلم لأنك من السودان خلاص صفقوا لك لا في معايير أصبح هناك أيضاً توجه عالمي نحو الأفلام المستقلة. نعم. في توجه عالمي نحو الأفلام المستقلة. في توجه الآن في الإنترنت زمان كانت دعوات لا بد من وزارة الثقافة والإعلام يعني إنها ترشح ناس لا بد من جهة ترشح ناس الآن الإنترنت موجود أي 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 إنسان عنده مبادرة عايز يمشي مهرجان عايز يسافر بالإنترنت بيتصل بإدارة المهرجان بيرسل الفيلم بيجيه الدعوة ولو ما فيلم جيد ما بيرسل ولو ما فيلم جيد ما بيرسل لك مش لانك بيعرض مش لانك من السودان معايير فنية لابد لانه من استيفاء عشان كده نحن بنفتكر انه التدريب والتأهيل الاكاديمي والتواصل في الجانب ده مهم جدا جدا وما يكفي انه الزول تلقى دورة تدريبية ولا يشتغل في التلفزيون السوداني فترة انه يعتد بذلك لا الدراسة 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 انا ملاحظة انه نحن يعني رمينا باللائمة بشكل كبير على الجهات الرسمية وتغاضينا الطرف عن إنه في شركات إنتاج خاصة يجب أيضاً أن تهتم بهذا الجانب فأنتوا كيف شكل التعاون اللي بتلقوه من قبل المنتجين القطاع الخاص؟ والله طبعاً القطاع الخاص هو عنده دور مهم ومهم جداً في إنه يساهم في الإنتاج لكن برضو الدولة شيء أساسي في الإنتاج زي أنت لو عايز تعمل دكان أنا لو ما ممكن أعمل دكان لو أنا ما عارفة حكسب شنو أنا كشركة خاصة عايزة أكسب برضو براعي يعني العائد المادي يعني أنا حعمل أكي أنا عايزة أعمل فن لكن ما ممكن أنا فن ما ده شغل في جانب يعني ربحي أيضا لو ما عملت جانب ربحي يبقى أنا دي أقفل الشركة وأعمل شيء ثاني فالجانب الربحي ده ممكن يكون يعني أنا كشركة ممكن أن يعني ما كل الشركات هي أساسا على رأس الشركات دي ناس فنانين يعني ممكن يكون والله انا فتحت شركه بتاعت انتاج فني وانا اساسا ما عندي علاقه بالمجال ده لكن انا قلت والله لو جبت لي كاميرتين وما اعرف مونتاج وبتاع حكسب قروش كثيره حقوم اعمل شركه فكل الحكوم بفكر فيه انه والله اوكي انا حرجع قروشي دي كيف اشتريت بقى المعدات ده اول حاجه الشركات يا نسرين ليست وظيفتها انها تاهل الشركات دي ناس جاهزين الفكره العظمى عندها هي الربحيه ما دائرة تأهل ما ممكن الشركة ترسل واحد لإنشاء مدرسة سينما أو 5 سنين يتصرف فيه عشان ما يحصل إيه يعني ما في شركة في العالم بتعمل كده الشركات عندها قانون ربح الربح هو الـ هو الـ هو الفيصل بتاعه والقانون بتاعه بعدين إحنا هنا عندنا شركات يعني خلينا نقول بأسة يعني بدون بأسة بناس المسكنها بإداراتها اللي هي ممكن تكون كل ما شافت السينما ولا تفرجت في حاجات كل ما هنالك انه ربنا شاء انه هو يكون عنده حبه قروش جاب له كاميرات جاب له استوديو وفي ناس مساكين بيجوا اجروا الاستوديو ويمسكوا الكاميرات دي يصوروا وخذ يا تلفزيون اشتري وخذ يا غنى بعدين كلها شركات تلفزيونيه نحن عندنا مشكله ما عندنا ما معايير ما مهتمه بالسينما تحديدا عندنا استوديو واحد سينمائي بتاع جلال جباره ما في استوديو سينمائي خاص اشتغل لي في الانتاج هاي طيب يعني نحن ختاما عايزين نوصل رسالة محددة دكتور وجدي وأستاذ سارة إنه كيف يمكن إيصال هوية سودانية حقيقية عبر فن السينما كيف يمكن إيصال هوية سودانية حقيقية عبر فن السينما بواسطة دعم
الإنتاجات وليس الإنتاج الواحد، دعم إنتاجات عديدة متعددة تعبر عن 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 ثقافات السودان المختلفة، وبواسطة إقامة البنى التحتية اللازمة والعلاقات الأخرى التسويقية للأفلام السودانية. وأنا أعتقد السؤال يعني هو بيحتاج لكلام كثير، لكن أنا شخصيا أعتقد إنه عندما يكون هنالك عدد هائل من ممثلين الثقافات دي متخصصين دارسين، يعني عندنا عدد كبير من الجنوبيين دارسين سينما، عندنا عدد كبير من 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 شمال السودان دارسين سينما، عندنا ممثلين للثقافات دي، عندنا من كردفان، من دارفور، من شرق السودان، ناس بيعرفوا ثقافاتهم وبيتكلموا باسم ثقافاتهم، لما يعملوا افلام حيتكلموا عن مكنون ومضمون الثقافات دي. نحن حتى في السودان عندنا مشكله، انت طرحت سؤال بتاع انه بنتكلم بصوره غرائبيه، لانه اذا ما نمشي زول من اقصى شمال السودان لاقصى جنوب السودان تفتكر حيتكلم بيتفهم عن الثقافه بتاعت الجنوب، ما هو برضو غريب عليها، لكن كونه هو المظله السودانيه بيقوم يبحث عن مؤثر الدهشه. لكن الثقافات دي عايزه ناس يعبروا عنها من اولادها، وهم خير من يعبر عنها وبناتها. وانا في حاجه عايز اكد عليها، انا شخصيا سعيد جدا باستضافه ساره، لانه ساره نموذج للمرأة السودانية اللي مفروض ما تكون هي يعني متوفرة وموجودة في تخصصات بصفة نادرة. سارة نحن عايزين عشرات يعني الأمثال من سارة، لأنه المرأة مهمة جدا تمثيلها في المجال ده، وقضاياها كثيرة جدا. نحن عاوزين نساء وبنات يجوا المجال ده عشان ما يقدروا يعبروا عن 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 مشكلات وعن قضايا نحن ما بنعرفها او ما بنقدر نعبر عنها زي ما هم بيعبروا. والسينما ليست فن للترفيه فقط بقدر ما لا. يعني معول عن اللي ان يعالج قضايا كثيره جدا بتهم السودان. استاذ ساره، يعني اخيرا كيف يمكن ان نعزز الهويه السودانيه عبر السينما؟ والله انا بفكر انه الناس المفروض يعني تكون صادقه مع نفسها وتحكي ثقافتها بشكل يعني صادق، يعني ما نحاول نجمل حياتنا او نخليها بشكل رديء، لكن نخدها زي ما هي ونحاول نطرحها بصوره جميله على اساس انه نقدر نوصلها للعالم برا. وقبل ما نوصلها للعالم برا انا بفتكر انه زي ما قال ويدي نحن محتاجين نتواصل مع بعض، فهي غير انه يطرحوا اشياء في اشكال سينمائيه، المفروض يكون في سينما متجوله تعرض في الشمال تعرض في الجنوب، لانه انا ما من الشمال ممكن امشي الجنوب او من الجنوب اجي الشمال، لكن يكون في سينما متجوله بتعرض كل الثقافات دي all the time، ودي ما بتجي الا بدعم من الدوله. احنا في ختام هذا اللقاء بنشكركم جزيل الشكر دكتور ويك كامل واستاذ ساره جاد الله ومعتز صباحي، وحنشوف الفائز الثاني معانا اليوم في هذه السهره، تسحب لينا واحده من التذاكر. بنذكر انه جاب الصحيحه ثالثه. الفائز 180. شاكم مرة بس 180 الفائز الثاني معانا اليوم، وهذه المرة سيدة من الحضور، أهلا بيكي. أهلا بيكم. تعرف عليكي. ما شاء الله. حنان عبد الله مصطفى. حنان يا ريت تجي هنا عشان الناس كلهم يشوفوكي. داني يا أهلا. حنان أنت متابعة لفن السينما السودانية؟ كثير جدا جدا. آخر حاجة حضرتها شو بتتذكريا؟ والله بالنسبة للمسرح العام يعني ولا أي؟ في السينما تحديدا. أيوة في السينما في قاعة الصداقة. طيب شنو بتحسي المشكلة اللي بتعاني منها السينما في السودان؟ والله يعني ما شعر كده في معاناة شديدة يا أستاذة. طيب حنان نحن نشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا لك كثيرا جدا. ويبدو انه الجائزة يعني ما خلتك تقدر تقول لنا كلام كثير، لكن بنبارك لك عموما. وصلنا لختام سهرة سوداني واللي تكلمنا اليوم فيها عن السينما السودانية، وبنؤكد انه نحن حريصين ما على إنتاج سينمائي نشارك به فقط في المهرجانات العالمية وفي الاحتفالات، بقدر ما نحن محتاجين لسينما للمشاهدة وللمتابعة. وبنؤكد عبر هذا
حضور الكريم إنه نحن فعلا لدينا إمكانيات بشرية هائلة جدا يمكن أن تنتج إنتاج سينمائي راقي. ختاما بشكرك جدا أستاذة سارة جادل على وجودك معنا اليوم وأسعدتينا جدا بصراحة. بشكرك كثير دكتور وجدي كامل، بشكر الحضور اللي سهروا معنا اليوم في صالة الخليل بأم درمان. نلتقي دائما على كل الخير عبر قناة الشروق التي تدعو دائما للوحدة والسلام. دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله. نستمع للأغنية الجاية من كلمات الشاعر المغترب مهاجر عزم أحمد خليل، إن شاء الله يكون كويس، ومن ألحان الأستاذ الرائع الصديق سيف الجامعة برضو نمثله التحايا.
تأثر أنا بغيرك ما بدأ أثر خلاني أحبك أكثر
راشد الحفيد هاي لقيت الريل مشيت الحفيد هاي لقيت الريل انسان الشكل بقى انسان الشكل بقى انسان الشكل بقى ريده بامانه مشيت الحفيد لقيت الريل مشيت الحفيد لقيت الريل